اللي هيشغله احنا ويديره. طبعا بتكلم على العمالة، بتكلم على الشركات، بتكلم احنا اللي هنشغله. التقديرات تقريبا قد ايه؟ لو انا بتكلم الشركات بتشتغل مرحلة أولى بحجم عمالة تقريبا بنتكلم قد ايه؟ لأن كل دي فلوس داخلة لبيوت المصريين. حسابات تقديرية، حساباتنا التقديرية 8 مليون فرصة عمل في المراحل الأولى. ايوه 8 بتوفر مليون 8 مليون فرصة عمل. عظيم في اتفضل يا فندم دكتور وليد، سمعنا حضرتك. تمام. طيب احنا طبعا زي ما حضرتك معالي دولة رئيس الوزراء ذكر انها شركة سامع حضرتك. معالي دولة رئيس الوزراء ذكر انها شركة مساهمة مصرية. ايوه طب ما احنا العاصمة شركة مساهمة مصرية. نعم. يعني احنا ما عملناش حاجة جديدة. ده الطبيعي ان حضرتك لما بتيجي تنشئ مكان جديد بيبقى فيه شركة بتدير المكان وبتتابعه وبتشوف ايه الاحتياجات بتاعته وتفضل مستمرة بتضخ الفلوس اللي بتصرف على البنية التحتية بتاعته وعلى الكلام ده كله. خد بقى نقطة كمان يا فندم حضرتك يمكن ما توضحتش قبل كده. اتفضل. احنا ما بنوصلهمش مرافق خالص. يعني مش هنتكلف نفسنا حاجة خالص. هم اللي يعملوا المرافق الداخلية كلها والخارجية، يعني كل محطة تحلية المية هم اللي يعملوه، الصرف الصحي هم اللي يعملوه. يعني حتى مش هنتكلف ان احنا ندخل لهم مرافق. تخيل حضرتك، يعني مفيش حاجه نصرفها. يعني حضرتك بتكلمني دلوقتي انا اديت ارض وبس. بس يا فندم ارض رمل، يعني في الرمله بس، يعني بس طبعا في اميز مكان ومكان حصل فيه تنميه وفي استثمارات اتضخت علشان الطرق وعلشان المدينه زي العالمين و نعم. و و ده بتجني ثماره بقى. انت بتجني ثمار، انت دلوقتي زرعت زرعه تمام وبتجني ثمارها. دي نعم. اول الثمار بتاعتنا ان نعم. احنا بناخد دخل كبير، بناخد مبلغ كبير للمدينه، ثم بعد كده كمان بناخد من ارباحها. مش بس بناخد النهارده، لا ده احنا مستمرين بشطاره مننا كمفاوضين شاطرين الحمد لله، يعني وصلنا لاتفاق زي ده. طيب دكتور وليد، مين احنا بنتكلم هنا على مطورين، مين معانا موجود؟ انا شفت امبارح هشام طلعت مصطفى، شفت ياسين منصور، مين تاني؟ ايه المطورين المصريين اللي هم هيبقوا موجودين مع هذه الشركه؟ وكان معانا حسن علام، كان معانا حسن علام، وكان معانا بالم هيلز، وكان معانا طلعت مصطفى. كل الشركات دي موجوده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو مش هيشغل، مش هيجيب شركات من بره، ده هيشغل الشركات بتاعتك وهيشغل ولادك وهيشغل الشركات المقاولات اللي عندنا. هو هيجيب منين؟ ما هو لازم عنده المساحه دي كبيره جدا ان مطور واحد يشتغلها لوحده، فبيدخل معاه شركات تطوير كبيره، بياخد طبعا كبر شركات التطوير اللي عندك يبدا يشغلها ويبدا يشتغل عليه. وهو مش بيعمل مصيف ولا بيعمل شويه شاليهات، ده بيعمل مدينه، يعني خدمات، يعني منطقه ملء اعمال، يعني منطقه صناعيه، كل حاجه، كل حاجه تشغل المكان وتطور وتاثر على تنميه المكان اللي حواليه، ونستفيد بقى اكتر في المناطق الجايه لما نيجي احنا نطورها او نيجي نستثمر. انا بتكلم النهارده على مدينه كامله متكامله. ايه اللي هيبقى بالظبط اللي موجود؟ ايه الاتفاق؟